افلام مغربيه بداو كيتحسنوا في الايماج في التقنيات ديال الابداع السينمائي. الحمد لله احنا ماشي حنا كنتقدموا، غير المشكل اللي كاين في السينما المغربيه وهو نسبه الدعم. الدعم باش الدوله بوحدها هي اللي غتعطي لك الدعم راه ما كافيش باش دير فيلم سينمائي اللي كيشرف المغرب خارج المغرب وداخل المغرب في المهرجانات الدوليه والوطنيه، راه خص يكون واحد الانتاج عالي. علاش؟ لان المخرج ملي كيجي يصوب فيلم ديالو السي سي ام المركز السينمائي المغربي ولا نقولوا بصفه عامه الدوله كتعطي داك الشيء قليل، ولكن المنتج او المخرج هو اللي خصو يدبر فلوس من جهه اخرى باش كيبقى واحد التكامل في الانتاج، كيتسمى كوبرودكسيون، انتاج مشترك ما بين دوله ودوله، باش وكيشاركوا حتى التقنيين وممثلين اجنبيين، كيكون واحد الفالور في الفيلم كيكون كبير وفي واحد المستوى عالي. باش مغربي يصوب فيلم بالانتاج اللي كتعطى الدعم ديال المركز السينمائي راه ما كافيش، راه غير يعني كيف كيقولوا كيتكرفس على راسو، كيتكرفس حتى على الجمهور.